اهلا بحضراتكم، اهلا لكم التحيه. وفي الجزء الثاني من الحلقه هنتكلم في ايه. كل سنه وكل اهلينا الفلاحين طيبين بمناسبه عيد الفلاح المصري. ايه اللي قدمه البنك الزراعي وايه اللي هيقدمه البنك الزراعي المصري؟ احنا ده موضوعنا في الجزء الثاني من الحلقه. هيكون معانا الاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري. هنتكلم عن المبادره اللي عملها البنك والدعم المجتمعي ومدى مساهمه البنك في المبادرات الرئاسيه لحياه كريمه. ده موضوع الجزء الثاني من الحلقه ان شاء الله. زي النهارده من 22 سنه كانت أحداث 11 سبتمبر، هجمات استهدفت عمق الولايات المتحدة الأمريكية. من ساعتها واتفتح الباب أمام سلسلة من الحروب والأحداث السياسية والعسكرية اللي غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها. وكانت فعلا هذه الأحداث أو 11 سبتمبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله. 11 سبتمبر اتعرضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية لتاني أكبر خسائر ليها في تاريخها، وده اللي خلى أمريكا تغير استراتيجيتها في التعامل مع الإرهاب. النتائج اللي حصلت بعد هذه الأحداث، خليني أرحب بسيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك يا مدام عزة وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بعد 22 سنة على أحداث 11 سبتمبر، النتائج اللي حصلت بعد هذه الأحداث؟ خلينا الأول نفكر السادة المشاهدين بإيه اللي حصل وإيه اللي وصلنا 11 سبتمبر. النهاردة الصبح من أول الساعة 9، يعني من أول الساعة 3 عندنا بتوقيت مصر، اللي يفتح السي ان ان او الفوكس نيوز هنلاقي عشرات ومئات الامريكيين رايحين يزوروا الميموريال او النصب التذكاري بتاع برجين التجاره في حي منهاتن في نيويورك. لان يوم 11 سبتمبر 2001 امريكا زي ما قلت في المقدمه نالت ثاني اكبر خساره في تاريخها. اول خساره كانت في بيرل هاربر لما اليابان هجمت الاسطول الامريكي على غره وحدثت في اكبر خسائر. المره دي في 11 سبتمبر كانت ثاني اكبر خسائر. ايه اللي حصل؟ اربع طيارات نقل تجاري مدني بتقودها اربع مجموعات ارهابيه تابعه لتنظيم القاعده، نقول بين قوسين بن لادن. بن لادن، نعم. الاربع مجموعات دول او طلعوا على اربع اهداف. طيارتين على برج التجارة العالمي اللي في نيويورك في مانهاتن، والتالتة راحت على البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية، والرابعة ما كانوش عارفين هي راحة فين، لكن راحة يعني واشنطن دي سي، لكن كلنا بنخمن انها راحة البيت الأبيض. تمام. انت ضربت البنتاجون يبقى ده اصل البيت الأبيض وباقي برجين التجارة. ايوه، عشان كده التلاتة نجحوا في الوصول لهم، لكن الرابعة اللي هي كان المفروض احنا بنقدر انها راحة البيت الابيض لم تنجح، لان الطقم اللي في الطيارة المدنيين استولوا عليها من الارهابيين. فسقطت في ولاية بنسلفانيا دون ان تحقق هدفها. خسائر العملية قد ايه يا مدام عزة؟ 2977 قتيل و19 ارهابي طبعا اللي كانوا في الجماعة. آلاف الجرحى والمصابين، لأن هنشوف بعد شوية في الصور حالات اختناق كبيرة نتيجة التلف. طب إيه اللي حصل في هذا الموضوع؟ إن ال 19 فرد من تنظيم القاعدة استولوا على أربع طيارات ودخلوا على الأهداف بتاعتهم عشان يهاجموا الأهداف اللي إحنا قلناها. طب مين المسؤول عن، لا يعني يا ريت نشوف الصورة الأولانية يلا عشان نعرف الأبراج اللي تم مهاجمتها ونشوف حجم التدمير الكبير اللي طلعت فيها. شوف دول برجين التجارة، وجت الطيارة دخلت في البرج في التلت الفوقاني. وبعد وفوجئنا ان بعد ساعتين انهار البرج ده بالكامل. شوف الحجم الدمار اللي طلعت
وعشان كده هم ما كانوش محتاجين الى انهم يجيبوا متفجرات، لا الطياره بالوقود بتاعها بالكلام ده كان كافي ان هو يعني يدمر البرجين دول بالكامل وانهاروا بعد ساعتين من الضرب. تمام. مين بقى السبب في هذا الموضوع؟ نتكلم بقى على تنظيم القاعده. يلا. تنظيم القاعده يا مدام عزه بدا لما السوفييت دخلوا افغانستان. ايوه. وامريكا حست انهم قربوا من مصادر البترول. نعم. فلازم يمشوا. هيمشوا ازاي؟ راحوا جابوا اللي هو العناصر اللي المجاهدين اللي في افغانستان واديتهم الفلوس والسلاح، وبن لادن اللي قدامنا ده اخذ من امريكا 5 مليار دولار زائد التسليح. ايوه. غير التسليح. نعم. كلهم. وعشان وبعدين بعد 10 سنين نجحوا المجاهدين انهم يطلعوا السوفييت من افغانستان. نعم. ولكن انت عارفه المثل بتاعنا اللي حضر العفريت وما يعرفش يصرفه. نعم. ده اللي حصل. بدا بن لادن يقول امريكا هي اس الفساد في العالم وهي الشيطان ويجب ان نتخلص منها. ايوه. الصوره الثانيه هنلاقي معاه مين؟ يعني زميل عمره. تمام. ايوه. اللي بدا هو يخش معاه وينظم معاه كل حاجه. ايمن الزواهري المصري. الزواهري. نعم. طبعا ايمن الزواهري ده تم اغتياله السنه اللي فاتت هنتكلم عليه بعدين. تمام. بدا بن لادن يعمل تنظيم القاعده وكان اول تنظيم ارهابي اسلامي متطرف اللي طلعت منه بعد كده كل المنظمات الاخرى. ايوه. وبدا يخطط على انه الاول عمل شويه تفجيرات في نيروبي ضد القوات الامريكيه في السعوديه. أيوه. انما كانت اكبر ضربه ضد مين؟ ضد امريكا في 11 سبتمبر وكانت الضربه دي يعني فعلا قويه. نعم. والضربه دي اثرت في الامريكان كبير جدا لان قعدوا تقريبا 2 3 سنين الامريكان اي واحد مسلم مش طايقين يشوفوه وبيعتبروه ان هو ارهابي. ارهابي. هنشوف الصوره الثانيه هتلاقي سير الاربع طيارات اللي كانوا داخلين. ايوه. يضربوا القوات او الاهداف بتاعتهم. 2 ناحيه نيويورك. اللي هم كانوا ضاربين 2 برج التجاري والتانيين ناحيه واشنطن. زي ما قلت اللي تحت دي اللي هي باللون الاخضر واشنطن دي سي اللي ضربت البنتاجون. ولكن التانيه اللي فوقها ما كملتش اللي كانت رايحه واشنطن. ايوه. ودي اللي وقعت في بنسلفانيا. ايوه. هنشوف الصوره اللي بعد كده تقول لنا منظر يعني تمثال الحريه. أيوه. ووراه البرجين مولعين. فكانت برضو صوره مؤثره على الامريكان. الامريكان قعدوا فتره طويله جدا متاثرين بهذه الضربه وحسوا بعد كده الامريكان ان الارهاب لا هيجي لكم لحد عندكم، وهم كانوا فاكرين هيبقى في الشرق الاوسط بس. ولكن هذا الموضوع حرك موضوع الارهاب. الصوره الثانيه هتورينا حجم العفار والدخان اللي كان موجود والاف الناس. شوفي الناس بتجري وحجم طبعاً. العفار البرجين ضاعوا وحجم الاختناق اللي تم بينهم. الصوره اللي بعد كده البنتاغون. ايوه. ودي يعني ماساه كبيره هزت امريكا قوي. طبعا. وزاره الدفاع الامريكيه بتضرب. شايفه البنتاغون فين الدفاع بتاعها وفين الدفاع الجوي وفين الانذار حقيقي يعني وفين المخابرات الامريكيه من كل ده؟ السؤال اللي ما زال مطروح الى الان بعد 22 سنه. بعد 22 مش عارفين ازاي تم الكلام ده. الصوره الثانيه برضو. أيوة. اللي هو تدمير برضو البنتاغون. من حوالي كام سنة كان بيزورنا هنا باناتا اللي هي الصورة الثانية. باناتا ده كان اكتر واحد في امريكا مدام عزة تولى وظائف. مسك اول 8 سنين للتشيف لوستاف للوايت هاوس. ده رئيس البيت الابيض من اول الجناين للسكرتارية لكل حاجة. ثمان سنين. بعد كده راح مسك السي اي اي 4 سنين. بعد كده مسك وزير الدفاع ايام احداث 25 يناير في مصر. فده مسك وظائف ما حصلتش. المهم كان بيزور في مصر وانا كنت مسؤول عن الزياره بتاعته. الصوره بتاعته وانا وهو في المطعم. أيوة. في اخر يوم بعزمته. أيوة. على العشاء بنحتفل. حكى لي قصه القضاء على بن لادن. ايوه. اول يوم تولى افندم. اول يوم تولى السي اي اي. أيوة. الصبح راح الكونجرس البرلمان الامريكي قالوا له قدام الكونجرس انت مهمتك الاولى بن لادن حيا او ميتا. ساب الكونجرس وراح الوايت هاوس البيت الابيض. اوباما ده ايام اوباما لسه حاسه ده قدام اوباما.
قالوا تجيب لنا بن لادن حيا او ميتا. حكالي انا كتبت الكلام ده في كذا مقاله ليا في الجرايد. نعم. قعد يشتغل سنتين جنت 2001 ولكن الخيط الاولاني كان جوانتانامو، وانت عارفه ده كان السجن المشهور بتاعهم طبعا. فراحوا لحد من اللي هناك اللي تبع القاعده قالوا له لو هتقول لنا اي كيو نوصل له هنديك افراج. قال لهم ممكن تروح الواحد سهر وكذا كذا في باكستان، مشي وراه لحد ما جابوا اين، انا مش عايز اخش في تفاصيل، البيت اللي قاعد فيه بن لادن على الحدود في افغانستان. تمام. وبين باكستان وافغانستان قعدوا يراقبوه 6 أشهر، البيت مقفول باسوار، زوجاته الاربعه، عياله، عرفوا من الغسيل اللي بتنشر كم واحد في البيت. اخيرا لقوا انه بيمشي يتمشى بالليل في الحوش. ما جابوش الفيتشز، ولكن قاسوا اطواله وبتاع من ساتلايت، لقوا ان هو تنطبق على بن لادن. الى ان تمت الخطه، والخطه بتاعتهم بهجموه. هنشوف الصوره الثانيه وهم في البيت الابيض وجايبين اثناء عمليه الهجوم على بن لادن في بيته. ايوه. وقتلوه هو واسرته. ادي شايفه اوباما ورئيس الاركان، ولو هتشوف الصوره بلينكين ورا خالص كان لسه ولد صغير في الخارجيه. صحيح صحيح. اللي النهارده بقى وزير خارجيه امريكا. ايوه. واللي قاعده دي هيلاري. هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه بتاعته. طبعا فكانوا بيشوفوا طبعا العمليه بتتم ازاي، مقتله. وطبعا النهارده التكنولوجيا مدام عزه بتجيب كل حاجه، تخيلي اغتياله والهجوم والدخول بيوت الاوض وقتلوه. صحيح. وبعد ما قتلوه خدوه وودوه الى حاملة طائرات في وسط المحيط، تأكدوا من الدي ان ايه ان هو يعني بن لادن. أيه. وبعدين حرقوا جثته ورموها في المحيط في البحر. حتى لا يصبح مزار للعالم الثاني يعني. فبالتالي طبعا دي كانت قصة، واعتقد 11 سبتمبر هتصبح وصمة كبيرة في جابين امريكا. ولكن الكلمه اللي قالها اياميها الرئيس المصري، قال لهم ان الارهاب ملوش وطن، انتوا فاكرين الارهاب عندنا في الميدل ايست بس. لكن اياميها بدات امريكا تفوق وتعرف ان احنا لازم كلنا نتفق لمقاومه الارهاب. صحيح. ونتائج حصلت على ده، على الشرح ده. النتائج اللي حصلت على مستوى امريكا، بدات زي ما قلت تنسق عمليات مقاومه الارهاب. يعني احنا في البرايت ستار التدريب المشترك اللي بيتم الايام دي، هتلاقي في مرحله من المراحل اسلوب القضاء على الارهاب. اتنين، تبادل المعلومات. وتبادل المعلومات ده مهم جدا جدا. جدا. لان بنقدر مثلا واحد مش من هنا راح بلد تانية لازم نتابعه، راح امريكا في افغانستان، باكستان. فالتبادل المعلومات يمكن نص القرار بيطلع على كده. الحاجة الثانية، بدأت تطلع وسائل القضاء على الإرهاب. ودي من ناحية أسلحة ومعدات. بدأت بعد كده تطور الساتلايت، الأقمار الصناعية، إنها تجيب. أنا نسيت أقول إن طبعا أيمن الزواري تم اغتياله السنة اللي فاتت وتصفيته في أفغانستان. أيوه. دخلت الطائرة مسيرة وجابته، وعرفوا بيته فين، والبلكونة بيطلع الساعة 5 العصر. ودخلت المسيرة شالت البيت باللي فيه. وبعد ما كانت طبعا طالبان بتقول لا ده مش عندنا، انما تصفيته. لان زي ما قلت لك امريكا قالت احنا ما نسيبش طارنا لما تم تدمير بن لادن او القضاء عليه، وكان ايمن الزواري بعديه السنه اللي فاتت. بعد كده بيتقال ان القاعده انتهت، ولكن ما انتهتش، لان طلعت منها جذور اخرى بعد كده بمسميات اخرى. ولكن افكارها ما زالت موجوده. ان الارهاب الاسلامي المتطرف موجود النهارده، موجود في غرب افريقيا، موجود في سوريا، موجود في العراق، موجود في كل مكان. انما هي القاعده هي الاساس في الارهاب في المنطقه. وما زال السؤال مطروح، اين كانت المخابرات الامريكيه اللي بالزبط. يعني اللي بيتشدقوا بيها في احداث 11 بالظبط. وحتى زي ما قلت لك بناتها قال لي فعلا انا ما رحت، كنت كان الموضوع ده انتهى، انما هي ما زالت وصمه بتقال انتوا ازاي عدت 4 طيارات وتطير واختفوها من المطارات. والولاد دول كانوا راحوا قبلها بخ 6 أشهر اتدربوا في مراكز التدريب على الطيران. كل ده ومحدش يعرف، ولا كان حد حاسس وده رغم ان هم جايين من افغانستان. نعم. فبرضه بقى اللي هم قاعدين يقولوا احنا واحنا واحنا، لا طلعوا اي كلام طبعا في 11 سبتمبر. بالظبط.
انتقل لجزئيه تانية بعد اذن حضرتك دكتور سمير، فرصه ان حضرتك معانا. تمام. دوله الاحتلال افرجت عن وثائق بمناسبه مرور 50 سنه على حرب اكتوبر المجيده. تمام. وبدات في نشر قصه مزيفه عن اشرف مروان الله يرحمه. تمام. وانه كان عميل ليها وكان بيمدها بمعلومات مهمه عن سير الحرب. و ليه دلوقتي دولة الاحتلال بتقوم بنشر هذه الموضوعات؟ تمام، بنشكرك يا مدام عز. احنا الشهر الجاي ان شاء الله مصر والعالم العربي كله هيحتفل باغلى انتصار حققته القوات المسلحة المصرية والشعب المصري في اكتوبر العظيم، يوم السادس من اكتوبر. نعم. اللي حصل يا مدام عزة ان احنا فوجئنا حوالي من كام اسبوع كده ان اسرائيل قالت هتنشئ موقع جديد اسمه حرب عيد الغفران على الانترنت. نعم. وقالت ان هذا الموقع هينشر فيه وثائق ذات درجة سرية لاول مرة عن الحرب. ايوه. قالت ان 15300 صورة، 6085 مستند، 169 خريطة، 215 تسجيل فيديو، 40 تسجيل صوتي لشهادات الحرب، يعني وخلافه. طيب انتوا ليه دلوقتي بتعملوا الكلام ده؟ ايوه. الميزه او تمام. الفايده تمام. الفايده يا مدام عزه ان هم اسرائيل مزنوقه. ليه؟ بعد حرب 73 مباشره. نعم. اسرائيل او الشعب الاسرائيلي قالوا عايزين نعرف ايه اللي حصل. ايوه. فعملوا لجنه اسمها لجنه اجرانات او لجنه تقصي الحقائق. نعم. رئيسها رئيس قضاة المحكمه العليا الاسرائيليه اسمه شيمون اجرانات. عشان كده اللجنه سميت بالاعلام كده لجنه اجرانات باسمه هو. نعم. تقصي الحقائق عن اسباب القصور، حتى الاعلام الاسرائيلي سماها لجنه التقصير. ايوه. اول قرار طلعته عزل رئيس الاركان الاسرائيلي دافيد الي عازر ومنعه من تولي اي مهام اخرى. لما رئيس اركان الجيش يا مدام عزة في الاسلوب الغربي، مش عندنا احنا، عندنا القائد العام وزير دفاع. نعم. الاسلوب الغربي رئيس اركان هو اللي بيقود الجيش. نعم. لما انت تعزلي رئيس الجيش رئيس اركان، يبقى انت خلاص، يبقى انت مع بتعترفي ان حصل قصور كبير وعزلت الراجل. نعم. نقولها ببساطه، فريق بيتغلب 5-0 في الكل تمشي مين؟ الكوتش. صحيح. المدرب طبعا. فكانت اول قرار للجنه اجرانات ان عزل، تمام، عزل بقول اهو رئيس اركان ديفيد العازر. تمام. وبدات تعمل التقارير بتاعتها. الكلام ده وده سؤال مطلوب اسرائيل ترد عليه، انتوا ليه عزلتوه؟ يعني حاجات بسيطه جدا. بالظبط بالظبط. وبعدين اللجنه عملت تقارير سنه 75، طلع التقارير من 1511 اتصلح منه 40 ورقه. أيوه. عباره عن مبادئ عامه. لكن بقيه الكلام فين يا جماعه؟ مفيش. ايوه. طبعا فضل محظور. بعديها ب 20 سنة صحيفة معاريف حصلت على قرار من المحكمة العليا عايزين التقرير. أيوه. فالنهاردة إسرائيل كلها عايزة تعرف إيه اللي حصل يا جماعة؟ أين التقصير في حرب 73؟ أيوه. في حتتين. أول حاجة رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مير في هذا التوقيت. نعم. كان عليها قصور. ليه يا مدام عزة؟ أي جيش في العالم، أي جيش في الدنيا دي كلها. أيوه. القوات العاملة تقريبا 50% وفي الاحتياط 50%، لما يحصل طوارئ بنجيب الاحتياطي كمان. نعم. تمام. عدا اسرائيل الوحيده الدوله في العالم ان القوات العامله الثلث والاحتياطي الثلثين. تمام. فلو حصل حاجه عند اسرائيل اهم حاجه خطه التعبئه. ايوه. فيوم 6 اكتوبر تخيلي لحد الساعه 2 الظهر لم يستدع الاحتياطي اللي هو التلتين، اللي هو التلتين العدد الاكبر، العدد. فدي كانت مصيبه ان أيه. اسرائيل داخل حرب والتلتين مش موجودين. ايوه. فهنا كان اول قصور على رئيس الوزراء الاسرائيليه جولدا مير. نعم. خلاص. ايوه. الساعه 10 الصبح كانت عامله مؤتمر اللي ان الحشود في مصر وفي سوريا بتقول ان في حرب. ايوه. فدافيد علي عازر اللي هو رئيس الاركان قال قال لهم عارفين الحسود دي موجودة، ولكن انا المصريين عملوها كذا مرة، ودي كانت خطة الخداع بتاعتنا. الخداع. ان احنا عملنا كذا مرة حشود ونجحها. نعم. وهم يعملوا الطوارئ ويجيبوا الاحتياط وما يلاقوش حاجة. فقالوا لا، دي كل مرة المصريين بيعملوا كده،
احنا مش هنستدعي الاحتياط. ولم يستدعى احتياط غير الساعة 2 الظهر. وكانت مشكلة لان احنا اخترنا يوم الغفران يوم كيبور ده عيد ديني ممنوع في الحركة والتلفزيون لا يعمل في هذا اليوم. تمام. ده كانت مشكلة بالنسبة لهم. أيوه. لكن كانت ميزة للمخطط المصري طبعاً. انه اختار يوم كويس عشان التوقيت كويس. بالظبط. ايوه. فدي الحتة الأولى. فالنهاردة عايزين يعرفوا جولدا مايير ما استدعتش الاحتياط ليه؟ الحاجة الثانية الموساد الإسرائيلي فين يا لجنة إجرانات؟ فين دي سيفي زعيرة اللي هو رئيس الموساد؟ ازاي ما يعرفش ان في دولتين بتحشد قواتها قدامنا وهتهجم علينا واحنا نايمين؟ ما تاخدش الموضوع بشكل جد. بالظبط. انت فين المعلومات؟ وقعدت تقول الموساد وبيجيبوا التايه وبتاع. فكانت مشكله. نرجع بقى لموضوع اشرف مروان. اشرف مروان بقى اشرف مروان عميل وموجود بيشتغل رئيس المعلومات في مكتب رئيس جمهوريه مصر العربيه. مش هيعرف يوم 6 اكتوبر الهجوم واديكم المعلومه؟ يبقى لا اداكم معلومه ولا كان عميل لكم. الحاجه الثانيه بقى اشرف مروان يوم 4 اكتوبر خلي بالك احنا هجمنا 6 بتكلم على يوم 4 راح لندن وطلب سيفي زعيرة رئيس الموساد وقابله هناك وقال له خلي بالكم في حسود ومصر ممكن تهجم. عارفه كل ده ليه مدام عزة؟ عشان يوم 6 اكتوبر لما جولدا مير تقعد مع وزير الدفاع ورئيس الاركان ما يبقاش مدير المخابرات موجود يوم الهجوم. تمام. وبيقال ان اللي اختار الحته دي بالذات الرئيس السادات الله يرحمه. الله يرحمه. العظيم. قال له اطلع واطلع لندن وهات رئيس الموساد قول له عندي اخبار يبقى مش موجود ساعه الحرب. يبقى انت اشرف مروان لو كان عميل لكم كان قال لكم يوم 6 اكتوبر. الحرب الساعه 2. انما ده انتوا اتفاجئتوا الساعه 2 وعبأتوا القوات الاحتياط الساعة 2 بعد ما المصريين هجموا. كنا احنا خلصنا. عشان كده طبعا اعتقد ان الرئيس مبارك اداله حقه وقاله طبعا عظيم طبعا واتعمل له جنازة رسمية ومشي فيها المشير طنطاوي الله يرحمه. انما اشرف مروان هو راجل مخلص وشرف لمصر واعتقد ان جمال السادات في احد الحاجات اللي على اليوتيوب لان ابوه كان رئيس الجمهورية وكان اشرف بيشتغل معاه قال انه هو كان رجل عظيم ولم يكن خائنا. انما كل الدوشه اللي بتعملها اسرائيل المره دي ليه؟ عشان تخبي لجنه اجرانات. ثم الناس بقت تتشغل هو اشرف مروان والمستندات وال طبعا وعملوا فيلم الملاك وسب كل ده عشان اقناع الشعب الفلسطيني خاصه احنا فلسطيني؟ موضوع مسلسل رأفت الهجان الشعب الفلسطيني ولا الشعب مين؟ اقناع الشعب الاسرائيلي الشعب تصفيق. الاسرائيلي طبعا تمام. تمام. على فكره انا قبل ما انسى النهارده كنا مع مجموعه من الضباط زمايلنا واللي هو علي قال لي انه جاي يفتح الموقع بتاع حرب عيد الغفران ده بالعبري يعني هو عايز يلخم الناس اللي عنده وليس نشر معلومات عشان احنا نعرفها في اي حته انما زي ما بقول لحضرتك كل هذه القصه انت هتقول حاجه عن رأفت الهجان يا فندم. رأفت الهجان ما تصوريش عمل نقول ايه حاجه كبيره جدا في الشعب العربي قبل الشعب المصري كمان صحيح وعمل ارتباك عند وعمل ارتباك عند الاسرائيليين نقول ايه عرب فلسطين اللي عايشين اللي بيشوفوا الافلام بتاعتنا والمسلسلات في بتاع دوت فعشان كده عمل لهم هزه وبعدين رأفت هجان ما يقدرش يكذب مراته موجوده وابنه موجوده داخل والكلام ده واعترفوا وبتاع فكانت فضيحه للموساد ان احنا زرعنا واحد جوه اسرائيل وقدرنا نعمل هذا الكلام فعشان كده الايام دي هيحتفلوا بايه والشعب الاسرائيلي بيقول لهم اين تقرير لجنه اجرانات؟ اين التقصير؟ لماذا لم تقوم جولدا مايير باعلان التعبئه العامه في الجيش الا بعد هجوم المصريين؟ اين دور الموساد الاسرائيلي؟ ازاي ما تجيبش معلومات؟ فاعتقد عايزين يداروا الكلام ده فبداوا يقولوا هذه القصص اللي تم كالعاده. بشكرك فندم كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب دكتور سمير. سيده اللواء دكتور سمير فرج مفكر استراتيجي. النهارده اعلنت وزاره الداخليه المغربيه ارتفاع حصيله ضحايا الزلزال ل 2497 قتيل شهيد
مش قتيل، و2476 مصاب. انت بتتكلم في ارقام كبيره، بتتكلم في ارقام مزعجه حقيقه، حاله تخض وحاله ربكه. اخبار انتشرت عن العالم الجيولوجي العراقي اللي توقع نشاط الزلزال خاصة في منطقة الدول العربية والأسيوية، وقال كمان إنها ممتدة ليوم 10 أكتوبر، وإنه في دول بعينها هتشهد زلازل قوية، لأنه دايما لما بنسأل في قصة الزلازل يقولك زلازل بتحصل كتير، لكن هو توقع إن في زلازل قوية هتحصل في زي ما توقع في المغرب. خلينا نعرف تفاصيل عن هذه التصريحات، وخليني ارحب على التليفون بالعالم العراقي بروفيسور صالح عوض. مساء الخير يا فندم. دكتور صالح. الو الو دكتور صالح. الو. يا ريت نحاول واضح انه مهم ان احنا نتواصل معاه، لانه هو توقع حدوث زلزال جديد. هو كان توقع اللي حصل في المغرب، وهو كمان بيتوقع انه هتحصل زلازل جديده كمان في 10 اكتوبر على الحدود العراقيه الايرانيه، وقال انه هتحصل زلازل في دول اخرى. خلينا نحاول كده نتواصل ليه ونشوف توقعاته ايه، وكان متوقع لهذه الدرجه الزلزال اللي وصل للمغرب ولا لا. هل معانا دكتور صالح يا شباب؟ اشكركم اشكركم. طيب بنحاول، والحقيقه واضح كده انه التواصل معاه صعب جدا، لكن خليني اقول لحضراتكم ايضا من الاخبار السيئه للاسف النهارده منذ قليل قبل ما اطلع على الهواء على طول، رئيس حكومه ليبيا صرح وقال انه اكثر من 2000 قتيل في ديرنا، أحياء ومناطق اختفت تماما بسبب الإعصار. انت بتتكلم على العاصفة دانيال اللي اتحركت من ليبيا، وقلت لحضراتكم للآن الوضع في ليبيا عامل ازاي، اتحركت من ليبيا على مصر. خليني ارحب بالدكتورة إيمان شاكر. دكتورة إيمان مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك استاذة عزة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتورة ايمان. كده دانيال سابت ليبيا تماما؟ تماما فعلا سابتها تماما، ولكن فعلا. الاثار اللي سابتها الحقيقه سيئه، يعني بنتكلم على اثار 2000 طبقا لمصادر الحكوميه الليبيه، 2000 قتيل في ديرنا واحياء ومناطق بحالها اختفت. ده المرعب فعلا. الوضع فعلا كان كارثي في ليبيا، وكمية الأمطار كانت تتجاوز 150 ملي، سرعة الرياح وصلت 80 كيلومتر على الساعة، ارتفاع الموج وصل لـ8 أمتار، عمق المياه اللي سقطت بسبب الأمطار وصل لمتر تقريبا وأعلى في بعض المناطق، فللأسف كان سببت خسائر فادحة في الأرواح، في الممتلكات، في المباني، في تهالك طبعا مباني كتير جدا وانهيارات كتير، ففعلا فيها خسائر كتير، فاحنا تعازينا طبعا للشعب الليبي وربنا معاهم ان شاء الله. قلوبنا معاهم طبعا طبعا. طيب وصلت مصر ازاي؟ وقولي لي الوضع ايه عندنا في مصر دلوقتي، لانه الحقيقه خليني برضو عفوا دكتوره ايمان اقول لحضرتك ان في فيديوهات، في فيديوهات تحديدا بنتكلم في الساحل الشمالي وفي مطروح اسكندريه، في فيديوهات مرعبه، فكلمينا الموقف ايه، وصلت لفين في مصر؟ بطمن حضرتك وبطمن كل الساده المشاهدين، المخفض دايما لما بيكون على المياه بيكون بيكتسب طاقه من الحراره الشامله للمياه، فبيكون قوي بشكل كبير جدا، فعشان كده سبب اثار قويه لما دخل على ليبيا، لكن بمجرد ما بيدخل على الارض ويلامس الارض بتضعف قوته بشكل كبير جدا، وده اللي حصل. هو بدا يدخل على الحدود الغربيه المصريه حتى الان. هو فين دلوقتي واحنا بنتكلم؟ على محافظه مطروح. في مطروح الرياح الجنوبيه الغربيه اللي احنا كلنا شايفينها اللي مأثره برمال واتربه معانا الفيديوهات يا جماعه. اتفضلي فن. ف
فعلا في رمال واتربه مثاره حاليا على القاهره، على محافظه مطروح، السلوم وسيوه. يمكن اكثر مناطق انخفضت فيها الرؤيه كانت السلوم وسيوه وبرج العرب، وصلت ل 500 متر. اما القاهره وصلت الرؤيه الان اخر توقيت وصلت الرؤيه ل 3 كيلو طبعا مع رمال واتربه مثاره. المتوقع خلال الساعات القادمه تستمر هذه الرياح المحمله بالرمال والاتربه المثاره على محافظات القاهره وشمال الصعيد، وتمتد لمدن القناه ايضا وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر غدا، ويستمر تأثير الرمال المثارة حتى غدا إن شاء الله. لكن هتكون بنفس الشكل اللي احنا شايفينه النهاردة، يعني ما فيش عواصف عنيفة ولا أي حاجة متوقعة حتى الآن. طبعا بالنسبة للأمطار، بدأت الأمطار بالفعل على المناطق الغربية، على فين السلوم. فين أمطار موجودة؟ بدأت على السلوم وعلى سيوة وعلى مطروح. حتى الآن تعتبر أمطار خفيفة المتوسطة، حتى الآن ما فيش أي مشاكل، لكن متوقع تزيد كمية الأمطار خلال الساعات القادمة، تصبح أمطار من متوسطة إلى غزيرة، توصل لمحافظة الأسكندرية مساء اليوم وفجر الثلاثاء. هتكون أقل حدة على الأسكندرية، هتكون أمطار خفيفة المتوسطة، لكن بكرة ممكن تزيد معانا كمية الأمطار شوية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري واسكندرية، وتكون أمطار متوسطة. وممكن طبعا المناطق الجنوبية الوجه البحري تكون أمطار أقل خفيفة المتوسطة. مع مساء غدا توصل أمطار خفيفة للقاهرة إن شاء الله. بكرة أمطار خفيفة بكرة مساء. طيب هل في رياح، في تراب، في عاصفة هتكون هتزداد اللي كانت موجودة النهاردة في القاهرة؟ لا، هي مستمرة معانا الرياح والأتربة الموجودة حاليا مستمرة معانا هذه الليلة. أقصد هتزيد ولا بنفس؟ لا، يعني ممكن تزيد شوية على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، هي دي ممكن تزيد فيها شوية، لكن المناطق الداخلية إن شاء الله مش هتزيد بشكل كبير، بس هتأثر على الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة، وشمال محافظة البحر الأحمر. يا رب تعدي على خير. بشكرك دكتورة إيمان شادي. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. خليني أطلع فاصل، بعد الفاصل هيشرفني أستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري. انتظرونا. برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي اللي مشرفني النهاردة الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري. اهلا بحضرتك معنا استاذ علاء. اهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم. اولا كنت لسه بقول لاهالينا المزارعين كل سنه وهم طيبين، وناس بتعيد الفلاح. وخليني ابدا مع حضرتك حوارنا عن قرض الفلاح اللي حضرتك من قيمه كام يوم، من قبل عيد الفلاح تقريبا بكام يوم. هو الحقيقه ان احنا بالفعل احنا كنا مجهزين حاجه لاهالينا في الريف المصري، وبالذات مرتبطة بالتعليم ومرتبطة بالتوقيت دخول المدارس والجامعات. كان ليها كذا حسبة. طبعا. طب هايل. وبرضو احنا كبنك زراعي بنمثل الريف المصري، وعندنا اكتر من 1100 فرع موجودين على مستوى الريف المصري. كان لازم نلبي احتياجات المزارعين بتوعنا والعملاء بتوعنا، فكان من الطبيعي ان احنا نبتدي نبص على التعليم ونحاول احنا نساعد اهالينا في الريف المصري بتقديم قرض بسيط جدا بشروط بسيطه جدا، يسدد على سنه حسب القدرات، قدره السداد بتاعه العميل بتاعنا. ممكن يسدد شهري، ممكن يسدد كل 3 شهور، ممكن يسدد كل مديله اكتر من شهور زي حسب ظروفه. هو مش ظروف، هو دايما مرتبط بالانتاج والزراعه بتاعته يعني. تمام. يعني اغلب لا اقصد ياخد بقى الطريقه اللي تناسبه. بالظبط. بالظبط، ما بفرضش عليه حاجه، وبالذات ان احنا بنقول ان ده دعم للفلاح والمزارع. هو القرض من 2000 جنيه لحد 10000 جنيه. ايوه. يسدد على سنه بحد اقصى سنه. الفائده اقل من الكوريدور ب 3%. يعني بنتكلم في حوالي 16%. كل المطلوب منه بطاقه الحيازه بتاعته. بالاضافه الى الرقم القومي، يروح لاي فرع من فروعنا. ايوه. عاملين له تامين برضو على حياته مرتبط بالقرض دوت. ايوه. ودوت من غير اي تكلفه عليه ومن غير عبء عليه، دوت من البنك متحمله. ايوه. ودي يمكن اقل حاجه نقدر نقدمها في الظروف الحاليه لاهالينا في الفلاحين. ايوه. واديكي برضو خبر برضو جديد، ان احنا بنفكر برضو نعمل لهم حاجه مرتبطة بالصحة إن شاء الله، إن هو برضه هيبقى فيه قرض لمواجهة الظروف الطارئة
صحيا، ودوت يعني هنشتغل فيه ان شاء الله، واحتمال كبير قوي نطلقه برضو. ايوه نفس المبالغ ولا اكتر ولا لا؟ هيبقى اكتر، هيوصل ل 25000 جنيه. طب هايل، وغالبا ده انفراد لينا ده ان شاء الله على شهر، على شهر 12، بدايه شهر 12. ايوه، وهيكون برضو مرتبط بحزمه من البرامج بتاعت البنك الزراعي. طب هايل هايل. ايه استراتيجيه التطوير في البنك يا فندم؟ يعني ده خدت من كلام حضرتك على انه في مبادره تاني هيتم طرحها لاهالينا في الريف المصري. بصي احنا لو ايه الاستراتيجيه وعفوا بتستهدف ايه وبيبقى قصادك ايه وانت بتبني استراتيجيه البنك؟ بصي احنا كان عندنا تحدي كبير جدا ان احنا نبتدي نطور المنظومه التكنولوجيه في البنك الزراعي المصري. لما نبص على البنك زي دوت، بنك بيمس اكتر من 60 مليون مواطن. 60 مليون؟ اه طبعا. الريف المصري النهارده فيه 55 ل 60 مليون. فبالتالي يبقى هو من البنوك اللي لازم يكون هو البنك الاول للشمول المالي. ايوه. فاذا استراتيجيات البنك الزراعي بتتماشى مع استراتيجيات الدوله نفسها. نعم. تتماشى مع رؤيه مصر 2030. فبالتالي احنا كان الهدف اولا نغير البنيه التحتيه بتاعت البنك، نطور الفروع بتاعتنا، نقدم حزمه كامله من الخدمات المصرفيه للعملاء بتوعنا. بالاضافه ان احنا عندنا فرصه كويسه جدا ان احنا هيك عارفه ان احنا المصريين اغلبهم شباب، يعني اكتر من 50% من الشعب من الشعب شباب. ايوه. فإذا احنا كان لازم برضو نركز على المشروعات الصغيرة المتوسطة. ونبتدي نخلق الكيان اللي موجود على مستوى المحافظات كلها. ايوه. ان هو يدعم شبابنا في ان هم يبتدوا المشروعات الصغيرة المتوسطة. دي حاجة. الحاجة التانية برضو حضرتك عارفة ان التكنولوجيا دخلت في كل حاجة. صحيح. فبالتالي كان لازم النهاردة يكون المزارع دوت برضو مش بعيد. لازم يكون له حظ من اللي بيحصل في مصر. ايوه. لو احنا بنتكلم على جمهورية جديدة، فالجمهورية الجديدة دايما انا بقولها هي ليست ان احنا بنعمل طرق ومباني، لا بالعكس احنا نمشي مع سياسة الدولة كمان ونوفر لهم حياة كريمة. أيوه. من خلال المبادرة الرئاسية العظيمة. أيوه. لأطلاقها في قائمة الرئيس حياة كريمة. أيوه. وبالتالي كان اكتر بنك ممكن يقوم بالدور ده هو البنك الزراعي. وعشان كده البنك المركزي اكتر بنك لانه مرتبط باهالينا، بيتكلمنا على انه العدد نفسه أكتر من 50 أو 60 مليون. دي هي نمرة واحد. نمرة اتنين، تواجدنا في القرى والمراكز والنجوع في الريف المصري. ده شيء مهم جدا. أكتر بنك موجود، أكبر بنك موجود على مستوى القرى والمحافظات. أيوه. يعني احنا لو نبص على القرى واسكندريه، احنا ما عندناش في القرى واسكندريه بالكتير 7-8 فروع. ما يكملوش 7 فروع، لانه مش ده المستهدف. بس المستهدف بتاعنا ان احنا نكون في المراكز. طيب لو الدوله بتتكلم على شمول مالي، يبقى اكتر بنك هينزل وهيتواجد في القرى هو البنك الزراعي المصري. أي. طيب حضرتك احنا لما نبص على الشمول المالي اللي هو هدف من اهدافنا اللي احنا بنسعى ليه، وهدف من اهداف الدوله والبنك المركزي، تواجدنا في وسط اهالينا بموظفين تم تعيينهم من وسط القرى والنجوع، هايل، حاصلين على بكالوريوس تجاره، هايل، خدوا اعلى مستوى من التدريب عن طريق بالتنسيق مع المعهد المصرفي من البنك المركزي، بالبنك المركزي المصري. أيه. بالتالي بقينا اعتقد احنا بنك مؤهل. أيه. هو يقوم بالدور دوت. نعم. دي اول حاجه. طيب كان لازم قدامنا تحديات كتيره جدا في في التطوير دوت. اولا تهالك البنيه التحتيه بتاعت البنك الزراعي. ثانيا تهالك الفروع. عدم تدريب الموظفين على مدار فترات كبيره، يمكن معالي وزير الزراعه كان ابتدى. أيوه. الخطوات الاولانيه في لما البنك انضم للبنك. نعم. المركزي. نعم. وابتدى في جزء من التطوير. بس لا، المواطن تكمل. المواطن والعميل محتاج دايما الموظف هو اللي يروح له. موظف البنك هو اللي يروح له. محتاج دايما ان هو يبقى في تطوير مستمر وكل يوم. أيوه. يواكب تطور في البنوك المنافسه اللي بتحصل بالظبط، لان في النهايه في تنافس. صحيح طبعا. طيب الزراعه نفسها محتاجة ان احنا نبتدي ندرس الاليات اللي بنمول بيها المزارعين بتوعنا. فكان مهم جدا ان احنا في خلال الفترة اللي فاتت ديت ندرس على سبيل المثال هديك مثال بسيط قوي، السلف الزراعية. احنا فوجئنا ان كانت السلف الزراعية على مدار سنين وعمر البنك. ايوه. ما كانتش بتتحرك. فحتى لما نبص على محفظة
السلف الزراعيه والتمويل الزراعي. لو حضرتك عارفه ان المزارع بيجي البنك ياخد سلفه زراعيه، السلفه الزراعيه ديت بيبتدي يجهز بيها البنك الارض بتاعته، يبتدي يشتري الكيماوي والاسمده بتاعته، يبتدي يشتري البذور ويبتدي يصرف من في خلال الست شهور اللي بيعمل الزرع بتاعته من السلفه الزراعيه. لما لقيها ما اتحركتش بقالها اكتر من 10 12 سنه يا خبر، فبالتالي كل اليات السوق اختلفت طبع. كل الاسعار اختلفت طبعا. كان مهم انك تشتغل على الحته دي. احنا غيرنا بالتنسيق مع وزاره الزراعه موضوع السلف الزراعيه دوت اكتر من اربع مرات في اقل من سنتين ونص علشان تبقى بتواكب. ايوه بالظبط. يعني حضرتك لما تبصي مثلا القصب، احنا وصلنا في محصول القصب وده بيهم اهالينا في الصعيد، احنا وصلنا تخطينا ال 21500 والري المطور تخطينا ال 23500. ايوه كنا بنتكلم قبل كده في 10000 جنيه و 8000 جنيه. العام احنا نفس القصه. برضو التصدير مهم جدا. نحن نبتدي نتعاون مع المزارعين بتوعنا ان هم يبتدوا يصدروا. طب هيكون من ايه؟ من خلال ان احنا بنستعين ببعض الشركات الفنتك او الشركات الصغيره. الشركات دي بتبتدي تعمل تعاقدات مع المزارعين والحيازات الصغيره، بتبتدي توحد الحيازات ديت. كويس. احنا معاهم بنعمل عقود ثلاثيه. العقد الثلاثي ده انا بوفر التمويل للمزارع. الشركه دي بتوفر نقدر نقول التكنولوجيا والارشاد بالتنسيق مع وزاره الزراعه. بتبتدي تاخد منه المنتج بسعر عادل، وبتبتدي يا اما تصنعه يا تصدره. يا تصدره للخارج. طب حصل ده فين؟ حصل مثلا لما نبص على القليوبيه، محافظه كامله تخصصت النهارده في الفراوله. فالنهارده بقت شركات ديت زي يعني في شركات مش عايز اقول اسماء. بس في اكتر من اربع او خمس شركات النهارده شغالين في المجال ده. جزء منهم بيصدر بيجيبوا. دول ما كانوش موجودين قبل كده. لا لا ما كانوش. اقصد انه الفكره اللي حضرتك عملتها دي يا فندم جذبت مستثمرين جدد. هو الحقيقه مش الفكره بتاع الفكره مش بتاعتي، هي الفكره بتاعت الشباب. الشباب النهارده لما بنقول الشباب الفانتاك دول دايما بيدوروا على الجديد. انا وسيله ان انا اساعدهم. تمام. فبساعدهم من خلال التمويل. ايوه. وبالتالي من خلال ان انا ابقى واثق تماما ان في قدرات تقدر حد قادر ان هو يصدر ويساعدهم في التصدير وياخد منتجاتهم بسعر عادل. هم مشكلتهم دايما السيوله. ايوه طبعا. النهارده هو لما لا والمشكله ساعات بتبقى استاذ علاء في من يؤمن بالفكر، فحضرتك امنت بالفكره وسهلت لهم الاجراء. وفي وين وين سيتويشن. طب المزارع بيستفيد. ايوه. والشركه بتستفيد والبنك بيستفيد. تمام. وده تحقيق كويس. طبعا حاجه مهمه جدا. نفس القصه برضه لما اشتغلنا مع المصانع بتاعت صعيد ومصانع والدلتا على محصول القصب ومحصول البنجر. احنا بقينا نعمل عقود ثلاثيه. العقود الثلاثيه ديت انا بمول المزارع، المزارع بيروح يورى المحصول بتاعه للشركات شركات السكر. ايوه. وبالتالي شركات السكر بعد كده بتبيع المنتج بتاعها وبتدي المزارع العوائد بتاعته اللي هو بيسدد منها قرض وبياخد الارباح بتاعته. ايوه. فاعتقد ده دور مهم جدا البنك الزراعي. طبعا. واعتقد انه ده بيساعد في مساله التنميه الزراعيه والريفيه بشكل كبير. بكل تاكيد. وده واضح من المحفظه بتاعتنا الحمد لله على مدار الثلاث سنين من سنه 2020 للنهارده. ايوه. احنا المحافظ بتاعتنا كلها تقريبا وصلت للضعف. يعني لو هنبص على محفظه ديني مقارنات كده. احنا ابتدينا في البنك الزراعي سنه 20 ب 35 مليار محفظه القروض، النهارده احنا تخطينا ال 69 مليار. ما كانش عندنا شركات كبرى ولا شركات متوسطه. احنا وصلنا النهارده ان احنا عندنا محفظه شركات كبرى ومتوسطه 25 مليار. 25 مليار دول اغلبهم في التصنيع الزراعي. وبعض الأدوية. أيوة. والزراعات الكبرى في على مستوى مصر كلها زي توشكا والعوينات. الوادي الجديد. احنا ضخينا في الوادي الجديد اكتر من مليار و600 مليون. كويس. في خلال سنتين. ايوه. بالتنسيق مع المحافظ. محافظ الوادي الجديد. برضو ضخينا برضو في الصعيد محطات الطاقة الشمسية. لان دي جزء مهم جدا ان هو يوفر الكهرباء وبيوفر تكلفة على المزارع. قعدنا هيكلة الشركة الزراعية عشان نقدر ان احنا ندي دعم
المزارع بتاعنا من خلال البذور والسماد. احنا شركة زراعية بتشتغل فيما يطلق عليه خارج الزمام في توزيع الأسمدة، وبالتالي نوفر ميكنة زراعية من خلال شركة زراعية لأننا نقسط أو نعمل تسهيلات للمزارعين بتوعنا أنه ياخدوا الجرارات، ياخدوا أدوات الأدوات اللي بيقدر يستخدمها في الزراعات بتاعته. اللي بيستخدم هنا وإحنا بنتكلم على القروض وبنتكلم على التعامل مع اللي بيتعثر، أي حد في الدنيا يعني أعتقد كده بيفكر انه هو يتعامل مع بنك يقول لك ايه يا خبر ابيض، طب لو ما قدرتش اكمل ايه اللي هيحصل؟ ده سؤال مهم جدا اعتقد، لانه اجابته هتبقى يا مطمئنه يا ان انا هصرف نظر. هو خلينا نقول ان في محورين في موضوع التعثر. طالما العميل جد واخد الفلوس بتاعته او القرض بتاعه ويشتغل بيه في مشروع والمشروع فشل، فمن طبيعه البنك ان هو لازم هيساعده ويحاول ان هو يقومه تاني، يوقفه على رجله مره بالظبط، ويحاول ان هو يعومه بما يطلق. تمام. فده ما عندناش فيه مشكله. انما لو العميل غير جاد وخد القرض بتاعه اللي هو المفروض يشغله في مشروع معين وفي النهايه ما عملش المشروع دوت، فخلينا نقول ان دي دايما فلوس عملاء. ايوه طبعا. وبالتالي لا مش طبعًا. يعني هناخد ضده الاجراءات. أيوة. ومع ذلك احنا قلنا ان احنا هنعالج كل المشاكل القديمه اللي كانت موجوده على مدار من سنه 2000 الى سنة 2020 في البنك الزراعي المصري. وبالتالي احنا عملنا مبادرتين كانوا ليهم اثر في انهاء تقريبا اكثر من 90% من التعثر في البنك الزراعي المصري. اولا احنا اطلقنا مبادره لاسقاط الديون المتعثره في 21 باجمالي اكثر من 10 مليار جنيه. استفاد منها مئات العملاء. على سبيل المثال مبادرة لتسوية الديون المتعثرة في يناير 21 حتى ديسمبر 21 بعدين كامل المديونيات العملاء الذين تبلغ أصل مديونيتهم 25,000 جنيه تمام أو أقل، وإسقاط 50% من المديونيات كويس للعملاء من 25,000 جنيه واحد إلى 10 مليون جنيه. يعني أي حد تعثر في وقت معين إحنا فتحنا المبادرة إن هو لو هو متعثر وعليه مليون جنيه يجيب 500,000 جنيه و خلاص تمام موضوع انتهى، نفصل الديل زي ما بنقول يعني بالظبط. طب عالجنا في الموضوع ده 328,000 عميل. كويس تمام كويس. و 328,000 عميل دول رجعوا يتعاملوا مع الجهاز المصرفي مره اخرى. طب كويس. طيب ما اكتفناش بكده. اطلقت مبادره ثانيه في ديسمبر 21 وتم تسويه اجمالي مديونات 836 مليون جنيه. ايوه لعدد 8448 عميل. اجمالي المبالغ المسدده من العملاء دول 369 مليون جنيه. ايوه. والباقي اعدم. طب ايه اللي حصل للعملاء دول؟ ايوه. من حقهم كانوا ان هم يدرسوا مره اخرى ويتعاملوا مع الجهاز المصرفي. تمام. وده كان بالتنسيق مع البنك المركزي. طيب ما اكتفيناش بكده وبس. قلنا طيب كان في حاجه موجوده زمان اسمها قروض استثماريه. ايوه. القروض الاستثماريه دي هي قرض يا اما زراعي يا اما قرض انتاج حيواني العميل بيدفع عليه 18% و20%. ايوه. طيب ما هو ظهر لنا تساؤل برضو احنا كاداره بنك بصينا كده في المحفظه، طب الناس دي القرض بتاعها بيتضاعف كل 3 سنين او كل 4 سنين. ايوه. فعمرهم ما هيصدقوا لنا لا ناخد خط او نقف. كان عندنا في المرحله دي 20 مليار. 20.8 مليار. ايوه. قروض استثماريه او ما يطلق عليها استثماريه. ايوه. قلنا طيب العميل لو جه دفع 15% من القرض احنا هنقسط له قرض وليس هيبقى دوريه سداد كل 6 شهور. ايوه. لا هنقسط القرض من 3 سنين الى 10 سنين. تمام. لحد 3 سنين بفايده 5%. لو أكتر. عايز مده من أطول. 3 ل 10 هيدفع 8%. تمام. طيب ده ادى لايه حضرتك؟ ان في 15 مليار جنيه وعاد الهيكلة بتاعته. طيب جم منين بقى ال 20 مليار دول؟ ايوه. نقول بقى الماضي الحزين. ان كان في ما يطلق عليه قروض الدوارة. قرض الدوار ده عميل جه مزنوق. فخد له مثلا قرض ايا كان. لا القرض مثلا بيطلب ان هو يشتري عجلين او بقرتين عشان يربيه. تمام. هو في الحقيقة بيبيعه وما بيسددش قرض. وبالتالي بيروح كل سنة يجدد القرض. وتحسب عليه فوائد. الفوائد تتراكم على الفوائد وبالتالي هو بقى عنده مشكله. طبعا.
هو عنده مشكله ان هو مش هيسدد لانه خلاص اتعود على الموضوع ده وفوائد وتعود خلاص، وفي نفس الوقت بيدفع فوائد وفي نفس الوقت هو بيقترض برضه، ما حدش بيقول له لا بالظبط. والحقيقه برضه لان دوت ما كانش فيه حوكمه في البنك الزراعي وقتها، لان ما كانش البنك تابع للبنك المركزي المصري. اما احنا قلنا والله القرض يستخدم في الغرض الممنوح من اجله والتاكد من وجود مشروع، فبالتالي العملاء استجابت والبنك كمان كان لازم يستجيب. ايوه كل عميل من دول دخل وعمل اعاده هيكله. ايوه فهو بالفعل انتظم وابتدى ياخد قروض زراعيه. دول الجادين بقى، ما بقول حضرتك 15 مليار بالظبط، 15 مليار بقوا جادين رقم والباقيين بيسددوا على فكره. هاي والباقيين ابتدوا يسددوا. هاي طيب ده مثلا دور من ادوار البنك الزراعي. هاي ان هو كان يعالج الماضي. طبعا طبعا ده دور ودور مهم، لكن رساله الطمانينه ان احنا نقولها للناس ان في حاله التعثر ما تقلقوش، احنا معاهم. بس ما يكونش تعثر مصطنع، هو لازم يكون تعثر حقيقي. ايوه وان هو خد القرض اللي خده من اي، على فكره الكلام ده في اي بنك، ده حقيقي وليس البنك الزراعي ده حقيقي فقط. أيوه. وكلنا جايين من بنوك. أيوه. وكلنا بنشتغل كنا قبل كده صحيح في البنوك. صحيح طالما في مشروع جاد احنا معاه. صح حتى وارد ان هو يتعثر ولما تقع بنسندك برضه. ده اكيد ده. طيب من ضمن استراتيجيه البنك ايه استاذ علاء، يعني شايفه ازاي قدام؟ عايز حطيت له استهداف كم سنه كده يبقى البنك الزراعي المصري فين؟ لو ربنا قدرنا يعني في خلال 3 سنين قادمين ان شاء الله البنك يبقى في حته تانية خالص. لما اتكلمنا عن المحفظه اتكلمنا ان احنا من 35 طلعنا ل 69 مليار. لما اتكلمنا على الودائع وعدد العملاء، الودائع بتاعتنا كانت 63 مليار، النهارده احنا 163 مليار. فنسب نمو الحمد لله يعني كويسه جدا واضح. ولو بنقول ان احنا شمول مالي يبقى احنا لازم نخلق منتجات تخلينا مع الفلاحين. احنا ما بنقول البنك الزراعي المصري هو بنك اهل مصر، هو بنك ارض مصر. ايوه فهو بنك بتاع الفلاح. صحيح وبالتالي هو اعتقد ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا لازم يكون لينا تواجد وان احنا نكون واحد من اكبر 5 بنوك على مستوى مصر. ده اللي بتستهدفه ده كمرحليا كده ربنا يدينا الصحه ونقدر نعمل كده بالتيم اللي موجود ان شاء الله. ده يعني تفاؤل مطلوب ومحمود. لا هيتعمل ان شاء الله. ان شاء الله ما انا بحاول استفزك بس. لا في الجزء هو هيتعمل لسببين، لان يبقى في دراسه انك توصل لده. لا هو في خطه وفي استراتيجيه. تمام. والاستراتيجيه ديت معموله على اعلى مستوى وبتتابع شهريا من الزملاء في البنك المركزي. هايل. وانا عن نفسي بتابع اسبوعين ايه اللي بيتحقق. ايوه لما نيجي نبص البنك كان عنده 7 مكانات. معالي الوزير السيد القصير وصلهم ل 100 مكنه. ايوه النهارده احنا بنتكلم في 1200 مكنه. تمام. مكنة اي تي ام موجودين في الفروع. تمام. ما كانش عندنا كروت ما كانش عندنا كروت ديبت كارد. أيوة. النهارده بقى عندي اكتر من 2 مليون ديبت كارد وبنكمل باقي نوصل ل 3.5. ما كانش عندي عدد عملاء يعني قروض زراعيه كلها على بعضها ما كانتش عدد العملاء بتوعهم 269 الف عميل بالظبط. النهارده كام؟ النهارده احنا عندنا 600 الف عميل. ولسه على فكره. ايوه ولسه ان شاء الله. ما كانش عندنا تكنولوجيا، النهارده عندنا موبايل وولت. ايوه محفظه. ما كانش عندنا كريدت كارد، يبقى عندنا كريدت كارد. ما كانش كان في بري بيد بيتعمل اوت سورس، النهارده بقى عندي بري بيد بيتعمل او كروت مدفوعه مقدمه بتعمل جوه البنك. تمام. ما كانش عندي سويتش، بقى عندي سويتش النهارده بعمل ترانزاكشن عليه. ما كانش عندنا بي او اس، النهارده بنستهدف ان احنا السنه دي نخلص 10,000 مكنه بي او اس موجودين في ريف مصر. السنه دي ان شاء الله. السنه دي احنا بنتكلم فيها اشتغلنا خلاص. تمام اشتغلنا وبنركب وعاملين منتجات للموضوع ده مخصوصه. البنك الزراعي شارك في المعرض من قيمه كام يوم؟ معرض سحري. مشاركه ايه؟ الحقيقه احنا عملنا جناح البنك الزراعي برامج التمويليه. عرضنا فيه البرامج التمويليه. أيوة. عقدنا مجموعه من اللقاءات مع مستثمرين في مجال الانشطه الزراعيه. استهداف مستثمرين جدد. طبعا. تمام. احنا دايما بنقول ان كل يوم لازم يكون عندنا جديد، وبالتالي طالما بنتكلم في زراعه وهي مستقبل مصر
ووفقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا لازم نهتم بالزراعه ونهتم بالتصدير، اذا احنا لازم نكبر المستثمرين ولازم نكون معاهم ولازم نوفر لهم التمويل اللازم ان هم يكبروا البزنس المشروع بتاعه. طب حضرتك هقول لك ارقام صغيره قوي على اللي حصل في البنك الزراعي. احنا ما كانش عندنا ولا دولار سنه 2020. البنك الزراعي ما كانش يعرف يعني ايه دولار، ما كانش بيتعامل في خالص فيما يتعلق بالاخضر ده خالص. ولا عندنا ولا وديعة بالدولار. ايوه احنا النهارده عدينا ال 175 مليون دولار ودايع ما شاء الله. لو بنتكلم على اعتمادات مستنديه السنه اللي فاتت، اعتمادات مستنديه ونماذج او فورم 4، ايوه احنا تخطينا السنه دي ال 160 مليون دولار. 80% منهم موارد ذاتيه. بمعنى ايه موارد ذاتيه؟ يعني جايه من حصائل، اغلبها جايه من حصائل تصدير، ايوه، من عملاء عندنا في البنك الزراعي، تمام، او تنازلات من شركات، تمام، احنا اكتسبناها في البنك الزراعي، تمام. فاعتقد ان دورنا ان احنا نكبر الاستحواذ على الدولار، أيوة، علشان نقدر نساعد الدوله ونساعد البنك المركزي ونساعد الاقتصاد المصري ان هو هايل يقوم زي ما احنا عايزين ان شاء الله. طيب نكمل فيما يتعلق بالمعرض. هل طيب في جزء المعرض؟ المعرض احنا كان عندنا في المعرض جزئين، جزء بنتكلم على الثقافه الماليه والتمويل اللي ممكن نقدمه للشركات، والجزء الثاني ان هو الخاص بالشركه الزراعيه المصريه الزراعيه للتنميه اللي هي ملك البنك الزراعي المصري. الشركه دي اللي هي بتقدم زي ما قلنا قبل كده، بتقدم الدعم للفلاح من خلال المعدات، من خلال مدخلات الانتاج، من خلال المساحات التخزينيه اللي هي بتمتلكها الشركه ديت عشان تساعد الناس ان هي تبتدي تخزن فيها لو احتاجنا. احنا عندنا اكتر من 4 مليون متر مساحات تخزينيه. الحمد لله ابتدينا نعمل بعض الشراكات، اي، مع وزاره التموين، مع بننسق مع وزاره الزراعه ووزاره التموين برضه لاستغلال الاصول ديت الاستغلال الامثل. اي الحقيقه المعرض كان مبشر، وكان زاروا معايا وزير الزراعه برضو المعرض. كان مبشر ان احنا اعتقد ان احنا هندخل للبنك الزراعي برضو مجموعه من العملاء مش بتعمل معانا قبل كده. هايل. وده جزء مهم جدا. المعرض اللي فات جالنا اكتر من 20 شركه اشتغلت معانا. المعرض اللي فات اتعمل السنه اللي فاتت، وال 20 شركه كانوا لاول مره بينضموا للبنك. فايضا حضرتك بتستهدف السنه دي بنستهدف ان شاء الله اكتر من 20 شركه وتنضم ان شاء الله. بشكر حضرتك انك اديتني الوقت ده من وقتك، لانه دور البنك الحقيقه كان مهم جدا ان احنا نوضحه للساده المشاهدين، ويظل البنك الزراعي المصري في خدمه كل المصريين وكل الريف المصري في كل مكان في مصر بشكل عام. اكيد. بشكرك فندم. شكرا جزيلا. استاذ علاء فاروق، تشرفت بوجوده النهارده، واشوف حضراتكم بكره على خير مع تحياتي عز مصطفى، والى اللقاء.